يبحث وزير الزراعة علاء فاروق مع السفير البرازيلي باوليني فرانكو سبل التعاون للنهوض بالزراعة والاستثمارات بالبلدين. كما أشار وزير الزراعة إلى أهمية الاعتماد الإلكتروني للشهادات البيطرية للواردات البرازيلية من اللحوم ومنتجاتها. من جانبه قال السفير البرازيلي إن مصر سوق كبيرة وواعدة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العلاقات الزراعية والتجارية تسير بين مصر والبرازيل بشكل جيد.